استمع، وفي اليوم العالمي للغة العربية هنعيشها صح بالحفاظ على لغتنا العربية مع منى خليل. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم الدكتورة نهلة جمال، الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بحضرتك استاذه منى. دكتوره نهله، لغتنا القوميه اللغه العربيه ما اجملها الحقيقه. جميله لغتنا ورائعه في انها ثريه، وبالتالي لازم نحافظ عليها ونهتم بيها جدا. طيب ايه راي حضرتك بقى في الامهات التي تتباهى بان ولادها ما بيعرفوش عربي وبيكلموا طول الوقت باللغات؟ هي طبعا تصور خاطئ جدا جدا، وهيجني على قوميتهم بشكل مختلف، لان اللغه هي قوام الثقافه. فاذا كنا انا هازرع فيهم ثقافه غريبه، يبقى ما زعلش من تصرفات غريبه هتنتج بعد كده. هو الحقيقه في نوعين، في نوع بيستخدم اللغه العربيه بطريقه اجنبيه، الفرانكو اراب، وفي اللي ما بيستخدمهاش خالص وبيشوف بدائل للغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، علشان المستوى يبان إن هو أرقى. ما هو للأسف ده مفهوم اجتماعي خاطئ. أنا مش هشكن أكون أرقى أحافظ على لغات أخرى، بالعكس إحنا بنشوف إن الشعوب المتقدمة القوية هي اللي بتدعم لغتها الأم، وبتحاول إنها تسري هذه اللغة، حتى إنها لغة حديثة ومش قوية ومش سرية زي لغتنا العربية، وبترفض التحدث بغيرها. يعني إحنا بنقول دايما إيه، تعلموا لغات كتير عشان نأمن شر الأعداء، وفي نفس الوقت يبقى عندنا مهارات التعامل مع أي فرد. يعني ليس عيبا طبعا إن أنا أتعلم أكيد. لغات، لكن أنا بتكلم على لغة لغتي، هكمل لحضرتك. أنا بتعلم اللغات ليه؟ لأن ليها وظيفة. أيوة. إن نفهم، إن نثقف نفسي، نتعامل مع الآخر، ما بقاش فقد الوعي وانا موجود في مجتمع غريب. لكن الاساس لغتي، لغة بلدي ولغة قوميتي العربية، فبالتالي هي دي الانتماء الاساسي بتاعي. بالعكس بقى، ده انا يعني يعاب علي خارجيا لما اضحي بهذه اللغة اللي الامم المتحدة اعترفت بها وادرجتها كلغة رسمية، انا ما اعترفش بها ومارسها في حياتي اليومية. بعض الاولاد شايفين اللغة العربية صعبة، يعني تعلم لغة اجنبية اسهل بكتير. يعني وجهة نظر، ويمكن اقتراح مني أنا، إن النصوص والقصائد القديمة يمكن الولاد شايفينها إن هي صعبة النطق. حتى هي الفكرة مش في نطق بس الألفاظ، يعني هي سهل إن أنا انتقي النصوص اللي تتلائم مع كل مرحلة عمرية، لكن الفكرة في طريقة تناول اللغة العربية في التدريس وفي المدارس وفي المناهج، هي اللي ثقيلة شوية ومش ممتعة زي تدريس اللغات الأخرى. يعني هما دايما في اللغات الأخرى بيحاولوا يعملوا مزج ما بين المتعة والتعلم. أيوة. فبنلاقي فيديوهات، أغاني، ممارسات مختلفة باللعب، فالولد بيحب وبيمارس. زائد ان هو في المدارس الخاصة اللغات بيبقى كل المواد باللغة الأجنبية اللي موجودة، وهي لغة واحدة اللي هي اللغة العربية، مادة واحدة. والدين ما خلاص ما اختلفناش عليه. ولما يكبر شوية بالدراسات الاجتماعية، في البعض بياخدها بالعربي، في البعض بياخدها بالانجليزي. فهي الفكرة كلها ان انا برضو حصرتها في اطار جامد ثابت، مفيش انشطة موازية تحسسني بمتعتها، لاسيما بقى لو البيت كمان ما عندوش هذا الوعي. ايوه، فالموضوع بيزيد في وطأة السلبيه، بحيث ان هو في الاخر بيحس انها عبء عليه مش متعه ليه، وان هو حواره مع اصحابه مع مدرسينه ومع المناهج كلها بلغه تانية. للاسف بنلاقي يعني مقدمين على وظائف وحتى كاتبين السيره الذاتيه بتاعتهم اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او لغه عربيه غلط. يعني في ولاد اتخرجوا من الجامعات وكل حاجه ما يعرفوش جمع كلمه او طريقه كتابه كلمه، دي حاجه تحزن والله. علشان كده عايزين نربي ولادنا على تذوق اللغه. ايوه، مش انها حلو التذوق. احنا دايما بنقول التذوق اللغوي، التذوق الجمالي. انا فاكره زمان لما كنا واحنا صغيرين بناخد حاجه اسمها مواطن جمال، مش هحفظها. لا، انا بقول لكل ام فهميني يعني ايه حس الجمال في الجمله، يحس المعنى. ليه انا بقول هي كلها جرس موسيقي بالظبط، يعني لما نقرا بالتشكيل انا شخصيا بستمتع. لان المعنى بيختلف. فلازم انا اعرفه ان الحركه الصغيره دي ادت لتطور كبير ازاي في الكلمه، وخليتها من معنى لمعنى. فبالتالي ده ثراء، ده قوه.
لازم اعتز بيها. ورسمه مدرسه للام يا دكتوره، بنرجع للام والام مدرسه. اه فهي بالاساس البيت في كل شيء لازم يكون فيه وعي واهتمام، لان هي اللي هتوجهه. واحنا عندنا دلوقتي تحدي القراءه مسابقات دوليه، مين اللي بيقرا، مين اللي بيقدر يتكلم باللغه العربيه وبيمارس اللغه بشكل صحيح. يعني الموضوع مجرد تذوق، انا لما هيعجبني الجرس الموسيقي وهفهم الكلام هحب ان انا مارسه. استمع وفي اليوم